مرة تانية أهلا بيكم في السادسة، وبرحب طبعا بنجمنا الكبير وضيفنا النهاردة في السادسة كابتن كبير ماهر همام. أهلا بيك كابتن ماهر. أهلا كابتن أحمد. كنا بندردش أنا وكابتن ماهر في الصفقات، فيها في منها اللي ينفع يتقال على الهواء وفي منها اللي لسه شوية، لكن خليني أخد رأي كابتن ماهر في الصفقتين اللي تم الإعلان عنهم، إمام عاشور، رضا سليم اللي جاي طبعا من الجيش الملكي المغربي، وإمام من ميتلاند الدنماركي. شايف الصفقتين دول إزاي وحجم الإضافة اللي ممكن يكونوا على سكواد الاهلي يعني في الموسم اللي جاي؟ هو الحمد لله احمد، احنا يعني احتياجنا للعيبه او الاماكن على الخريطه اللي رسمها مستر كولر الحمد لله احتياجات مش كتيره، يعني ان احنا عندنا في كل مكان في لعيب، وفي مش عايز اقول البديل اللي بيكمل المشوار. صحيح. فعندنا حوالي اكتر من 25 لعيب 27 لعيب هايلين بصراحه. يعني هو الموسم اللي جاي ضرب نار يا كابتن ماهر، انت عايز فرقتين. صحيح. طبعا محتاج بقى الخريطه دي بجد، يعني مش بالظبط كده، لانك انت رايح لموسم قوي جدا، وسبحان الله هو طول عمر النادي الاهلي كل المواسم بالنسبه له قويه. ايوه، بس يعني مفيش موسم عدى عليك زي اللي جاي ده. ده يعني هيبقى اقوى. يعني انت يكفيك طبعا مشاركه الدوليين مع منتخباتهم، عندك منتخب اولمبي في اولمبياد، وعندك منتخب اول، عندك كاس عالم تصفيات، وعندك بطولة أمم أفريقيا، ده كله في موسم واحد. سنة وزيد عليهم بقى إنك هتلعب كأس عالم، وهتلعب البطولات اللي لعبها كل سنة كأس عالم، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس قديم وكأس جديد، ودوري، وهيزيد عليها كمان مشاركة في بطولة السوبر ليج، أو اللي هي الدوري الأفريقي زي ما سماها الاتحاد الأفريقي. فبالتالي عدد المباريات، شكل المنافسة، حجم المنافسين، امتداد الموسم أقوى. هيبقى موسم مستحيل. يعني احنا نهينا ب 60 مباراه الموسم ده يا احمد، ده ممكن الموسم الجاي العدد ده يزيد. طب لكن عايز اطمنك، غير المشاركات الدوليه طبعا، يعني غير المشاركات الدوليه، ما كانش عندك امم افريقيا، وما كانش عندك اولمبياد، مش هيريحوا. انا عايز بس اطمنك، اقول لك ان ده الموسم اللي احنا نهينا فيه وهناخد راحه فيه، وهنبدا فتره اعداد من جديد. طبعا دي برضك ما كانتش موجوده في الثلاث سنين اللي فاتوا، وكنا بنعاني، وعيني اتظلم فيها موسيماني واللي بعد موسيماني، حتى مستر كولر لما جه نفس الكلام اتظلموا. بتفرق لما الصفقات الجديده تخش مع الفريق من بدايه الموسم جدا. بتفرق جدا، لان برضك اللي ما عرفناش نحكم عليهم يا عيني جولنا في وسط الطريق. يعني غير خالد وغير مروان، دول ولاد بلدنا. يعني عارفينهم وعارفيننا وفاهميننا ونظام. لكن قندوسي وكريستو يا عيني جايين برضك في الدنيا نص الموسم. الدنيا صعبه، يعني برضك هو عين عايز يثبت وجوده، عايز يقول للراجل ان هو صفقه فعلا رابحه. انا جدير ان اكون انت رايك فيه ايه يا كابتن ماهر؟ والله هم لعيبه كويسه بصراحه، حتى الاختيارات الجديده بالنسبه لعاشور وبالنسبه لسليم. انا شايف صفقتين كمان من العرس الثقيل بصراحه، في اماكن كمان احنا محتاجينها. زي ما بقول لك ان الراجل عمل الخريطه بشكل كبير جدا، ما بيحطش ايده على الاحتياجات الا إذا كان هو بقى خلاص صاحب القرار أو الأخير. يعني الأول كانت الأمور لسه إيه رأيك في ده؟ لا، هو دلوقتي هو اللي بيشوف وهو اللي بيقرر، وهي دي يعني الحاجة الكويسة، إن مستر كولر هو دلوقتي صاحب القرار الأول والأخير في اختياراته للعيبة. هو اختياره للولدين اللي ذكرنا أسمائهم، عاشور ورضا، أنا شايف لعيبة عندها كل المقومات، السرعة والرشاقة والمرونة والمهارة والتصويب واجاده الاهداف والاختراقات بانواعها. حتى الاماكن، يعني انت برضك من ضمن الحاجات، رضا بيلعب ناحيه اليمين ويقدر يلعب ناحيه الشمال. مزبوط. يقدر يلعب صانع العاب، يعني كمان حته اللي احنا بنسميها كده الجوكر. انت بتبقى محتاج في كل خط عندك لعيب جوكر واثنين جوكر يخدموك في بعض الاماكن. حتى كريم اللي راجعين من الاصابه، أكرم توفيق وأكرم نفس المقاومات. دي برضك من ضمن الحاجات اللي إن شاء الله هو خط